السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي قناة فن المطبخ والبيت. النهاردة جايبة لكم وصفة حقيقي طلعت جميلة ما شاء الله، إن شاء الله تستفادوا منها. دي للأماكن الغامقة في الجسم. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي شريط سيفارول اللي هو زي ده أقراص فيتامين جيم، جبته وطحنته علشان طبعا الفيديو ما يبقاش مدته كبيرة. اعتذر عن الصوت معلش، بس انا خليت حبيتين عشان تتفرجوا وتقدروا تستفادوا كده. بسم الله خلصنا، طحنا الشريط فيتامين دي، وده معانا معلقتين بالظبط كبار عرق سوس. ده انا طحنتهم وبقوا ناعمين زي ما انتم شايفين. بسم الله. وده معايا فازلين طبي، بجيبه وافضيه. احنا طبعا ايه الاول هنفضي، هنفضي معلقتين سيفارول، قصدي شريط سيفارول اللي هو فيتامين دي والعرق سوس. وهنحط عليهم كمان، هنضيف طبعا علبة الفازلين كلها، وهنجيب فيتامين اي. هي مكوناتها بسيطة وسهلة جدا، وان شاء الله بإذن الله تعمل معاكم نتيجة. اربع بس حبايات من شريط فيتامين هاي، اربع حبايات. احنا ممكن نستعمل مقص علشان نقدر نستعمل الفيتامين. شايفين وصفة بسيطة جدا وسهلة جدا جدا، بصراحة مفعولها رائع. كل اللي جربها جابت معاه نتيجة هايلة. ان شاء الله تستفادوا من الحاجات اللي انا بنزلها اكبر قدر. بسم الله. طبعا انا هجيب معلقة تانية كبيرة، او شايفين احنا هننزل كل الخليط، لا اما نرجعه تاني في نفس العبوة تاني. احنا عايزين كل الخليط كده يتصفى مع بعضه. عايزين ناخد كل المقدار ده، شايفين بقت ازاي بقت كريمي. هنضيف كل الحاجات دي على العبوة تاني نرجعها اهو زي ما انتم شايفين كده. صدقوني ان شاء الله هيعجبكم جدا وهتستفادوا منه، هيجيب معاكم نتيجة هايلة. شايفين ازاي؟ هنضرب كل المقدار مع بعضه. وفيتامين د معروف للبشرة، وفيتامين ه ممتاز جدا. انا عندي برضو تجربة تانية مع كريم بشرتي، بجد يعني فرق معايا كتير والله. ان شاء الله هبقى اجي وانزل لكم الوصفه الثانيه زي ما انتم شايفين كده. اهو شايفين اهي، دي خلطه الفازلين بالكريم، وان شاء الله تعجبكم. اذا عجبكم الفيديو بتاعي دوسوا لايك وسبسكرايب، وان شاء الله في لقاء تاني باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.